مرحبا بكم في قناة الأكل ثقافة. مطعم مشاوي السفرة. إذا كنت من عشاق الأكل التركي فقد جئناك هذه المرة بمطعم اجتمعت فيه أهم ثلاثة أمور. اجتمع فيه مذاق الأكل الذي في كل لقمة منه تسافر بخيالك في أزقة إسطنبول القديمة. اجتمع فيه الإبداع في شكل الأطباق الذي في كل طبق يدعوك في شكله وألوانه إلى الاستمتاع به. اجتمع فيه حسن الاستقبال والضيافة وهي من أهم مميزات الشعب التركي. يقع مطعم مشاوي السفرة في منطقة ألبي في وسط تجمع محلات التسوق الكبيرة. موقف السيارات ملاصق للمطعم. كما أن محطة مترو الأنفاق تبعد مسيرة دقائق عن المطعم. العنوان تجدونه في صندوق الوصف.